خلينا نرجع لورا شويه وانتقلت لنادي الاهلي ازاي؟ انتقلت من الاهلي من نادي بلديه المحله لما كنت في ناشئين الزمالك. بعد كده مشيت في فتره هنا ميشيل، مشيت من الزمالك رحت بلديه المحله سنه، عملت سنه كويسه الحمد لله، والنادي الاهلي بدا كلمني ونادي الزمالك نفس الكلام كلمني، وكان جاي لي عروض كتير برضو، بس انا قررت انضم للنادي الاهلي. بعد بلديه المحله انضميت للنادي الاهلي. طيب مين اول حد اتكلم معاك والامور كانت ماشيه ازاي؟ وليه اخترت النادي الاهلي على الرغم ان انت كنت بتلعب في ناشئين نادي الزمالك يعني؟ لا والله حته النادي الاهلي نادي كبير طبعا، مش محتاج ان انا اتكلم عليه طبعا، لان النادي الاهلي كلنا عارفين النادي الاهلي كويس. طريقه مشياني من نادي الزمالك هي اللي خليتني ان انا اجي النادي الاهلي. يعني كان مشيت بطريقه يعني مش لطيفه شويه، وكان في قبل فتره الكدب حوالي اسبوع، وان انت كنت رايح مكان معين بعد كده الدنيا كلها قفلت في وشك، فما كانش قدامك اي بديل كان ممكن تبطل فيها، فالموضوع ده اثر فيا جامد، فكان عندي تحدي بيني وبين نفسي ان انا يعني اكون رقم واحد في مصر. ورحت نادي بلديه المحله، كان الكابتن محمد حلمي اللي ماسك ايامها. وكان عارف كم سنه ساعتها يعني؟ 21 سنه. مشيت ورحت السنه بلديه المحله كسرت الدنيا الحمد لله، وبعدها كان عندنا ماتش الاتحاد والبلديه، عملت ماتش احسن ماتشات عملتها في حياتي وجبت جولين الماتش ده، بعدها بدات العروض تجي لي يعني. كان طبعا عن طريق وكيلي كابتن تامر النحاس، كلمني بعد الماتش على طول وقال النادي الاهلي كلموني عليك وكده، وقلت له خلاص اوكي، طبعا شرف لاي حد انه يلعب في النادي الاهلي. وبدات المفاوضات، وبدا نادي الزمالك لما عرف ان النادي الاهلي جاي في الصفقه فدخل هو كمان، فالموضوع بقى قعد فتره كده شويه بتعارض ما بين الاهلي والزمالك، والحمد لله قررت ان انا اجي النادي الاهلي يعني. قررت ساعتها ان انت تيجي النادي الاهلي، وده كان بناء على ايه؟ جهاز فني؟ مين اللي اتكلم يعني في الوقت ده وقال انا عايز هاني العجيزي؟ كان مستر مانويل اللي كان موجود وكابتن حسام بدري. كان سنه 2000 وكام؟ 2007 7 8 2007 2007 مانويل جوزيه قال انا عايز هاني العجيزي، رحت. كنت انا جاي انا ودروجبا، احمد حسن دروجبا وحسين علي، وكانت مجموعه كبيره من اللعيبه، وعطيه البلقاسي، كان في مجموعه كبيره، وساعتها كان احمد فتحي برضو لما رجع من قطر. وحسين ياسر، فكانت مجموعه كبيره كانت جايه مع بعضها، وطبعا كان في لعيبه تقيله في النادي الاهلي طبعا ساعتها او وقتها، كان في فلافيو، كان في متعب، كان في عماد متعب، وكان في ابو تريكه وبركات، كان في اسامي كبيره يعني. فحته ان انت برضو تاخد قرار واللعيبه دي موجوده كان صعب شويه، لما بس انا كنت حابب ان انا ابقى موجود مع اللعيبه الكبيره دي يعني. طبعا كان شرف لاي حد ان هو يلعب مع المجموعه الكبيره من اللعيبه دي. الفتره دي انت قعدت كام سنه متواجد في النادي الاهلي؟ قعدت سنتين، سنه مع مستر مانويل، وبعد كده هو مشي، الكابتن حسام بدري مسك، كان اول ولايه ليه سنه 2008. 2008 سنتين اعتقد ان انت خدت فيهم بطولات كتير. خدت 2 دوري مع النادي الاهلي، وفي بطوله افريقيا بس ما كنتش متعيد فيها، لكن كان في فتره انتقالات وقتها، كان النادي الاهلي كان ليه 2 لعيبه اللي ايدهم، كان فتحي، وتقريبا كان وائل جمعه برده كان راجع، مش عارف كان فين وراجع. فكان في 2 لعيبه تايدوا، بس ما اتحسبتليش البطوله يعني، انا ما كنتش موجود معاهم، اللي كان اللي هي 2008 تقريبا. الامور كانت ماشيه ازاي في النادي الاهلي ساعتها؟ لا الامور كان احترام، وكان في نظام ماشيين عليه، وكانش فيه طبعا الكلام اللي بيحصل دلوقتي ده بالنسبه للماديات، وما كانش فيه لعيب بيبص الماديات خالص. دلوقتي الموضوع بقى صعب جدا يعني، كان حته الماديات دي بقت اوفر، مش شايف ان هي اوفر بصراحه، وبدات تخش في مرحله يعني حاجه بدات تبوخ. حته الفلوس دي بصراحه مش كل حاجه فلوس. كل اللعيب دلوقتي يعني بينظر، او انت من وجهه نظرك ان انت شايف ان هناك فرق ما بين الاحتراف زمان والاحتراف دلوقتي مثلا؟ لا الاول كان في انتماء. الاول كان في انتماء، كانش اللعيبه ما كانتش تبص الفلوس زي دلوقتي يعني. انا حضرت
بركات وابو تريكه والنادي ما كانش في حد. حضرتك كابتن اسلام كنت موجود تقريبا برضو، يعني تقريبا معظم الناس كانت بتمضي على بياض، ما كانش حد بيتكلم يتشرط يقول لك انا عاوز كذا او عايز كذا او عايز كذا يعني. تقريبا فكان في انتماء، كان في حب للنادي. ايه الفرق طيب يا علي؟ هو الزمن كده، ده طبيعي، ده طبيعي. يعني كل مرحله بيبقى ليها وضعها وبيبقى ليها تفكيرها وليها اسلوبها. وكل واحد طبعا بيختلف تفكيره عن التفكير التاني. يعني انا تفكيري مثلا ان انا حابب ان انا موجود في النادي الاهلي، ممكن واحد تاني يقول لك لا انا بفكر في الماديات، ممكن اروح نادي تاني اخد اكتر، ايه المشكله؟ فهي بتختلف من واحد لواحد يعني. وحته ان انت تلاقي واحد ليه انتماء دلوقتي الموضوع بقى صعب زي ما انت شايف. يعني الواحد بيتصدم في ناس مش عايز طبعا اقول اسماء، بيتصدم في ناس المفروض ان هي النادي الاهلي خيره عليها، لكن الناس بتحسبها بطريقه غلط، بتحسبها بطريقه او باخرى. ولكن من وجهه نظرك، اصل هو الموضوع بقى عرض وطلب، خلي بالك. ولا انت ايه؟ اكيد اكيد. انا مع احترامي للناس كلها، اللي كان حد عايز يمشي او حد عايز يقعد في, في, في النادي بتاعه، بس برضو لازم ربنا ادانا عقل ان احنا نفكر بيه. وحته ان النادي ده ليه فضل عليك، يعني تقريبا ما فيش حد يقدر ينكر فضل اي نادي عليه، او اي حتى لو انت شغال في شركه والشركه دي جابتك وانت لسه مبتدئ وعملت لك اسم كبير والكلام ده، فان انت تاخد خطوه وتمشي فدي بتبقى صعبه شويه، وبرده بتختلف من شخص لشخص يعني.